مساء الخير. المرة اللي فاتت بعد ما اتكلمنا في شوية تاريخ كوزمولوجيكال هيستوري ابتدينا نتكلم على الحتة بتاعت المشكلتين اللي قلنا عليهم سميناهم الهورايزون بروبلم اللي هي الهوموجينيتي بروبلم والفلاتنس بروبلم اللي هي الانيشال فيلوسوفيز بروبلم، ووصلنا الى انه بوث بروبلمز شير ا كومن فاكتور. اوكي، في تكست مبعوت. طيب كمان الكومن فاكتور دوت هو الريشيو ما بين الانيشال فيلوسيتيز سوري الانيشال سكيل فاكتور تايم ديبندنس على الكرنت سكيل فاكتور تايم ديبندنس. وهنشوف بقى النهارده ازاي الكونسبت اوف انفليشن دوت سولفز بوث بروبلمز. هنتكلم فيه زي ما قلنا قبل كده ان الكونسبت اوف انفليشن بقى في منتهى الاهميه. انا كتبت اسمه صح كده؟ لا، كويس. بقى في منتهى الاهميه النهارده الى درجه انه بتوع الكوزمولوجي بيسموا الكوزمولوجي بصفه عامه بيسموها انفليشنري كوزمولوجي لانها قائمه على المبدا موضوع الانفليشن ده. الشغل اللي اتعمل دوت ريلاتيفلي نيو، يعني بالنسبه لتاريخ الكوزمولوجي اللي يرجع لاول القرن العشرين. البروبوزل بتاع موضوع الانفليشن دوت تقدم بيه واحد اسمه ألم جوث في كورنيل هنا جنبي سنه 1979. و يعني النهارده بنعتقد انه it's not just an assumption, there is every observational evidence في CMB مثلا cosmic microwave background بيأكد انه الانفليشن بالفعل حصل. تمام؟ ايه بقى الحكايه؟ زي ما قلنا قبل كده او زي ما ابتدينا نتكلم قبل كده، لحظه بس بتهيألي النوتس بتاعتي اتلخبطت. 18 زي ما قلنا قبل كده both problems depend على موضوع الريشيو ما بين الكرنت للانيشال radius of the universe او distance of as far as we can see the particle horizon distance، يعني اللي احنا عارفين ان هي برضه في نفس الوقت depends على الكرنت سكيل فاكتور او الانيشال سكيل فاكتور بالنسبه للكرنت سكيل فاكتور، وبرضه depends على كلهم are the same ratio زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت الانيشال فيلوسيتي او الانيشال تايم ديبندنس تايم ديريفيتيف اوف ذا سكيل فاكتور بالنسبه للانيشال للحالي. المشكلتين لما ترجع تراجع النوتس بتاعتك بتاعت المحاضره اللي فاتت هتلاقي ان المشكلتين بتاعت الهورايزون والفلاتنس بوث ديبند على الفاكتور ده. خلاص؟ لذلك لو حلينا مشكله هذا الفاكتور وشفنا الارقام بتاعته جايه ازاي ساعتها هنقدر نفهم ايه الحكايه، لان this value of this factor او this ratio defines the number of disconnected regions. يعني لما نيجي نتكلم على الهوموجينيتي بروبلم احنا اتكلمنا قبل كده ان الكوزال ريجن اصغر بكثير جدا من الانيشال سايز وبالتالي they are causally disconnected. فالريشيو ده بيحدد the number of disconnected regions، ويا ريت لو يبقى قليل او اصغر من واحد علشان يقدر يغطي يبقى الكوزال ريجن اكبر من حجم اليونيفرس، لان دي لو حلتها يبقى انت هنا حليت مشكله الفلاتنس. وفي نفس الوقت الانيشال فيلوسيتي ديبندز على زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ديبندز على هذا الريشيو لما عملنا الانرجي كونسرفيشن اناليسيز ووصلنا لهذه الكونكلوجن. المشكله في الريشيو ده ان هو اكبر من 1. خلاص؟ ويو كان شو او اتس immediately obvious ان هو اكبر من 1 because gravity slows things down. فلما تيجي تقول لي السرعه الاصليه للاكسبانشن اوف ذا يونيفرس اكبر من السرعه الحاليه للاكسبانشن اوف ذا يونيفرس وبالتالي الريشيو دي از جريتر ذان 1، ده معناها ان انت بتقول لي ان اليونيفرس هدى سرعته. هدى سرعته ليه؟ because gravity pulls things in. ف being كون ان gravity is attractive
دي مسؤولة عن كون هذا الريشيو greater than 1. أنا مشكلتي مش إن هو بس greater than 1، أنا مشكلتي إن هو very much greater than 1، يعني رقم كبير جدا 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 جدا. هذا الرقم هو اللي مبوظ لي الشغلانة كلها، لأن حجم هذا الرقم اللي هو إن نتكلم 10^28 ولا حاجة زي كده، مش فاكر 56، رقم كبير كده حسب كتبناه المرة اللي فاتت، هو ده اللي يعني proportional للنمبر of disconnected regions، وهو ده اللي بيعمل لي مشكلة الكوزاليتي at the beginning of the universe. طيب يعني ماذا لو، ماذا لو كلام نقول what if، what if في فترة معينة من بداية الكون وفترة قريبة جدا من البيج بانج، تتكلم في كسر very small fraction of a second after the big bang, gravity was repulsive. بمعنى ان بدل ما gravity pulls everything in, it was pushing out everything out. يعني طبعا لما انت تيجي تقول لي gravity is repulsive، انت عندك هنا كذا حل يعني او كذا option. والله ممكن نقول انه one option ان فهمنا للجرافيتي ضعيف، وان نظريه النسبيه العامه الجنرال ريليتيفيتي. يا دكتور مفيش صوت خالص، يعني مفيش صوت خالص، مفيش صوت خالص. طيب انا مش عارف ليه، لحظه كده سامعين؟ طيب الو، ايوه كده كده احسن. الحته اللي كده ما سمعتش حاجه خالص فيها، اني حته بقى فاتت يعني من الاول خالص ولا ايه؟ من اول اكبر كتير بالواحد. غريبه قوي، انا ما اعرفش ليه الصوت فصل لوحده، مش فاهم. ماشي خلاص نقول طيب احنا وجدنا ان دي is much bigger than 1، خلاص اكبر بكتير من 1. ليه much bigger than 1؟ because gravity is attractive. طيب هنا نسال سؤال، ولو الصوت قطع تاني قولي، لان انا ما قربتش من الايباد وما اعرفش قطع لوحده ليه، ما انا لقيته معلم ان هو قطع لوحده مش فاهم ليه. المهم ماذا لو فرضنا ان في فتره من تاريخ الكون قريبه جدا من البيج بانج، وهنعرف ليه قريبه جدا من البيج بانج، gravity was repulsive for a fraction of a second. طبعا لما تيجي حضرتك تقول لي gravity was repulsive، انت هنا قدامك بالنسبه لي كذا اوبشن، يا اما جرافيتي نفسها was repulsive، بمعنى انا مش فاهم نظريه الجرافيتي accurately enough وبالتالي محتاج ان انا اصلح generativity، ناقصها حاجه، ناقصها terms معينه. في مودلز كده، في مودلز modified gravity بتدخل في الجنراتيفيتي certain يعني factors بحيث انها to account for the possibility of repulsive gravity، سواء بنتكلم على الانفليشن او بنتكلم على current state of acceleration of the universe. الاثنين تقريبا نفس المشكله عشان تبقى عارف، او يعني بس هي مشكله الانفليشن اقوى شويه لان it was much faster acceleration. currently right now انا عندي acceleration خفيف على مهله، فمش مش قضيه، بس يعني دي احد الاوبشنز الممكنه. الاوبشن الثانيه ان there was something else that kicked in a fraction of a second after the big bang, وهذا something else ادى الى negative pressure وعمل acceleration for a fraction of a second. ولازم الموديل يكون مكتوب بطريقه بحيث انه acceleration دي ما تقعدش كتير، يعني تعمل expansion سريع جدا fraction of a second وبعدين توقف. فلازم الموديل اللي هنتخيله لازم يكون فيه هذه المواصفات، مواصفه انه ابتدى بعد البيج بانج بحاجه بسيطه، ومواصفه مواصفاته المهمه انه عمل اكسبانشن سريع جدا. اذا تم هذا الكلام، واذا استطعنا ان احنا نعمل هذا الكلام، يبقى نقدر ساعتها نقول ان الريشيو اللي انا عايزه a dot i على d dot o بينزل لاقل من واحد او تقريبا واحد، لان وانس ان نزل اقل من واحد ساعتها هنا اقدر اقول ان الانيشال سايز اوف ذا يونيفرس was approximately the same as the causal region، وبالتالي اقدر اقول ان كل اليونيفرس at this initial time at t equal ti was causally connected. فلو parts of it was homogeneous
This will evenly distribute زي ما تقول كده يعني gas in different temperatures. بعد شوية هيبقى التمبرتشر كلها واحدة homogeneous everywhere. نفس الشيء بالنسبة لي. لكن لو ما هوش الجاز ده causally connected يبقى الحتة السخنة عمرها ما هتلحق تبرد الحتة الساعة. لكن هنا لو وصلت لهذا conclusion ان the size of the universe initially was the same as the size of the causal connection. Causal size هو ده اللي هيحصل. وبالتالي أنا عايز a stage. That's what I want. We need. ده تعريف الانفليشن بقى official explanation. A stage of accelerated expansion of the universe where هقول لك gravity وهحطها بين قوسين يعني in quotes كده gravity ما ممكن تبقى gravity ممكن يبقى effect جاي من حاجة تانية acts repulsively. ده تعريف الانفليشن official definition. طيب لو رسمتها بصيغة curve هيبقى المنظر عندي عامل ازاي؟ تعالى تخيل المنظر. انا مشكلتي في اي دوت فهتخيل curve معايا الـ vertical axis هو فيه A dot اللي هو time derivative of the scale factor و horizontally time. خلاص؟ الـ big bang هنا time t equal to zero. الـ Friedman solution العادي بتاع الـ expansion of the universe من غير inflation لو جيت حضرتك ترسمه هيطلع لك حاجة بالمنظر ده. لان انت بتتكلم على A dot. A dot اللي هي سرعة الاكسبانشن او سرعة تغير السكيل فاكتور with respect to time. كانت عالية وبعدين ابتدت تبقى قليلة. With time goes on, gravity is attractive. اللي انا عايزه مش كده. اللي انا عايزه ان sometime in initial time اللي هو تقريبا around او little bit after the Planck time يحصل عندي expansion سريع. بالمنظر ده. هتقول لي طيب انا لو حبيت اتخيل الاكسبانشن دوت هتخيله ازاي؟ قال لك والله ممكن نتخيله ان هو دوسيتر اكسبانشن. احنا درسنا الدوسيتر سولوشن وعارفين ان الدوسيتر سولوشن از لايك ان اكسبوننشال اكسبانشن ديبندنج على الهابل بارامتر وانا اقدر اتخيل دوت يبقى اكسبوننشال اكسبانشن ويحل لي هذه المشكله. انا محتاج سرعه بتاع بس ايه مشكله الدوسيتر سولوشن؟ انه ما ينفعش يجي كده اللي هو ايه يعني يروح خابط في الفريدمان سولوشن وبعدين يبتدي يهدي. احنا عايزين سموث ترانزيشن. فاللي انا عايزه مش منظر كده بالظبط. اللي انا عايزه حاجه زي كده يجي كده ويعمل سموث ترانزيشن وبعدين يروح لاضم في الفريدمان سولوشن ويكمل عادي. سام تايم هنا كده سام تايم هنا هو نقدر نقول انه حصل فيه سموث ترانزيشن. I can approximately think of the initial expansion up to a certain point على إن هو دوسيتر approximation دوسيتر solution بس يعني تقدر تعتبرها إيه first order approximation لأن أنا لازم يجي بعد كده حتة كده اللي هي بيسموها بقى إيه دي ليها مسمى لطيف قوي بيسموها graceful exit. graceful exit graceful يعني يعني حاجة لطيفة كده بشويش الخروج البطيء كده اللي هو على مهله حاجه كده خروج مشرف زي ما بيقولوا. اوكي ده اللي بيسموه الجريسفول اكزيت. فانا عايز الموديل بتاعي يكون اولا بنتكلم على the very first initial times حاجه زي كده اللي هي initial times مثلا يعني of the order of t to the negative 34 seconds ولا حاجه اللي هو right after the Planck scale لما خلص. لان المفروض ان الكلام ده كله بيحصل قبل المرحله بتاعه الريكومبينيشن اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وقبل المرحله بتاعه النيوكليوسينثيسيس وقبل المرحله بتاعه تكون الاتومز والكلام ده كله. الاكسبانشن سريع جدا ولو حصل يعني هيبعتر الدنيا وهيبقى حصل والماتر موجوده
هيبعتر الدنيا وهيبعدوا عن بعض قوي ومش هيبقى فيه احتمالية جالاكسيز والكلام ده كله. هنتكلم في الموضوع ده بعدين، هنرجع له تاني. بس هي نقطة ان انا I believe او ان انا we believe it happened very very early. Very very early. ده بالإضافة لان الobservation الأفيدنس اللي جاية من CMB وغيرها بيقولولنا انها بتؤكل هذه الفرضية. ويهمني ان الموديل بتاعي يكون ليه graceful accent. Something happened here. في حاجة حصلت، في some kind of effect ابتدى على طول after the Planck scale، وبعدين لسبب ما، وحنشوف بعض المودلز، لسبب ما هذا الإفكت وقف وتغير و very slowly faded away وابتدى الفريدمان solution take over بعد كده، اللي هو اللي درسناها قبل كده expansion عادي خالص لغاية ما نوصل ليه الـ time اللي احنا عايزينه. طيب حلو قوي جميل، ده بيحل لي مشكله الهوموجينيتي، بيحل لي مشكله الهورايزون، لان وانس ده بقى اقل من واحد بقى ده بيساوي الاثنين. وانا هنا اقول انه اذا كان اليونيفرس في الاول ابتدى هوموجينيس يستمر انه يبقى هوموجينيس، مفيش مشكله، everything is causally connected. بيحل لي برضو مشكله الانيشال فيلوسيتيز. ما تنساش ان الانيشال فيلوسيتيز are extremely high. احنا كالكوليتد المره اللي فاتت ان علشان نشوف الانرجي بتاعت اليونيفرس كونسيرفد وزي ما شايفينها النهارده لازم الانيشال فيلوسيتيز تبقى extremely high. Well, this solves it because even if it starts very slow or very very slow, in sudden expansion that were in very high acceleration, you can make the initial velocities after the inflation as high as you want it to be. الرقم دوت هيقل وبالتالي الـ velocities لما تبص على الـ ratios اللي حسبناها المرة اللي فاتت تزيد قوي زي ما احنا عايزين من غير اي مشكلة خالص، من غير ما نيجي نقول ان في حاجة زبطت الكلام ده او عملت لها fine tuning زي ما اتكلمنا قبل كده. في تساؤل اخر بيطرح نفسه، احنا بنقول انه لو ابتدى homogeneous وبعدين expanded very quickly it will remain homogeneous even in the all the causally disconnected regions of the universe. طيب هو في سؤال، لو فرضنا انه ابتدى non-homogeneous، يعني اذا كان اليونيفرس ابتدى في الاول non-homogeneous، ودي هنرجع لها تاني لان في inhomogeneities موجوده في اليونيفرس، مش موجوده زي ما اتكلمنا قبل كده. الهوموجينيتي اللي بنتكلم عليها acts at a certain scale من 100 ميجا بارسك ل 3000 ميجا بارسك، beyond that في structure، فده هيكون ليه اصل هنتكلم فيه بعدين. بس لو فرضنا انه في الاول كان inhomogeneous in the scale اللي بنتكلم فيه، هل الهوموجينيتيز دي would be smoothed out and become homogeneous because of inflation? You can make simulations. انا مش هعملها لانها طويله جدا، بس you can make simulations and modeling بحيث ان انت تقدر تقول انه حتى لو في الاول homogeneities, most of these homogeneities على السكيل اللي بنتكلم فيه can be smoothed out and it becomes homogeneous. وبالتالي انا هنا وصلت الكونكلوجن ان فرضيه ألان جوث بتاعت الـ sudden accelerated inflation of the initial stage of the universe would solve all my problems. Would solve all my problems. مش فاضل بقى غير ان انا اسأل نفسي طيب how can I treat this mathematically؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، what exactly is responsible for the inflation ده؟ ما هو اكيد مش gravity لوحدها، لازم في حاجه الا اذا كنت انا مش فاهم جرافيتي كويس، وده احنا مش هنتكلم فيه دلوقتي. Later we'll come back to it. انا عايز اتكلم شويه في modified models of gravity towards the end of the semester، فهرجع لكم في الموضوع دوت لانه موضوع interesting. طيب انا عايز احل بقى ماثيماتيكلي بقى هحط الكلام ده ازاي. والله اقدر اجي ابتدي من الاول واطلع معادلات فريدمان الاصليه واشوف ايه اللي اقدر اعمله فيها بحيث انه يديني الريبلسيف بيهيفير اللي انا عايزه بقى. معادله الاكسلريشن بتاعت فريدمان هي واحده من المعادلتين او ثلاثه ديبندنج هتعد ازاي، لان احنا اتفقنا قبل كده انت ممكن تخلطهم ببعض. معادله فريدمان اللي انا مهتم بيها دلوقتي هي معادله الاكسلريشن، التايم السكند تايم ديريفيتيف اوف ذا سكيل فاكتور دي بتساوي ناقص 4 باي جي على 3، وبعدين عندي الدنسيتي بلس 3 بريشر ملتبلاي باي ذا سكيل فاكتور.
طيب الماينس ساين بتقول لي معلومة لطيفة، بتقول لي طول ما الرقم ده greater than zero الاكسلريشن هتبقى نيجاتيف. معنى الاكسلريشن هتبقى نيجاتيف ان في ديسيلريشن، تبطيء للاكسبانشن، وده منطقي جدا لان ده الجرافيتي بتاعي. جرافيتي اللي بتعمل كده عشان اخليها، عشان اخليها بوزيتيف اكسلريشن، انا مضطر ان انا اسيوم ان ايبسيلون بلس 3 بي از ليس ذان 0. That would lead to a positive acceleration اللي هي تعمل لك inflation زي ما انت عايز. ولو كانت جامدة جدا وقوية جدا دي طلع لك inflation زي ما انت عايز. وجود الكوزمولوجيكال كونستنت او تخيلنا الوجود الكوزمولوجيكال كونستنت زي ما قلنا قبل كده would do that لان لو epsilon زي 3 بي اقل من 0 ممكن تيجي تقول لي والله لو في كوزمولوجيكال كونستنت احنا عارفين الايكويشن ستيت بتاعته بالمنظر دوت، فانا اقدر اخد دي واعوض في دي يطلع لي ان epsilon plus 3 بي is equal to negative 2 epsilon. كل ده كوزمولوجيكال كونستنت which is exactly what I need. That would reduce my problem. احنا حلينا الكوزمولوجيكال كونستنت قبل كده ولقينا ان السولوشن الموجود هو الدوسيتر يونيفرس. بس زي ما اتفقنا قبل كده مشكلتي مع الدوسيتر يونيفرس، يعني الكلام ده لو فرضنا كوزمولوجيكال كونستنت بيور كوزمولوجيكال كونستنت من غير اي حاجه تانية خالص مفيش غيره شغال هيطلع لي دوسيتر. مشكلتي مع الدوسيتر ان it doesn't have the graceful exit. وليه؟ لانه بيفترض الدوسيتر ان الهابل بارامتر از كونستنت زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اتعامل مع الكوزمولوجيكال كونستنت فقط لا غير، ولكن يعني محتاج ان انا ادخل حاجه ثانيه. طيب بدل ما اقول انها بالظبط نيجاتيف، انا ما يهمنيش انها تبقى بالظبط نيجاتيف، انا يهمني انها تبقى يعني even approximately negative. ولذلك هسال نفسي how to make p approximately negative epsilon by keeping all other effects but adding something new to it to make it inflated, to make it positive acceleration. هنا بقى نرجع لحاجة كنا اتكلمنا فيها very briefly at the beginning of the semester كمثال، وهي الscalar field اللي عرفناه قبل كده. هنا بقى هنخش بتفصيل أكتر، أنا قلت لك قبل كده هنرجع له تاني، هنا هنخش بشيء من التفصيل أكتر. هم افترضوا إيه؟ قالك دلوقتي أنا بتكلم على فترة في الأول كانت part of the radiation phase, radiation dominated، وفي نفس الوقت it's very short، وفي نفس الوقت gravity is attractive, it cannot be repulsive unless you modify general relativity. يبقى يمكن كان في حاجة زيادة، يمكن كان في حاجة زيادة، وطلع في الثمانينيات يعني models كتير قوي. لو رجعت تبص على literature هتلاقي في models كتير جدا في الموضوع ده. بس الموديل اللي most successful لسببين. السبب الأولاني إنه بيحقق كل الشروط المطلوبة، بيحصل في فترة قليلة جدا، بيديك graceful exit. السبب الثاني إنه أبسط موديل فيهم، ودي حاجة لطيفة. هو ده السبب، هو ده اللي خلى الناس النهاردة مبسوطة بيه. تقول لك إيه؟ assume the presence of a scalar field وهو ده اللي بنفترض ان هو سبب الانفليشن، ولذلك اطلقوا على السكيلر فيلد فاي دوت سموه ده انفلاتون فيلد، لانك لما تيجي تعمل له كوانتايزيشن يديك بارتيكل، هذه البارتيكل بيسموها الانفلاتون. Do I detect an inflaton in the universe? Right now, مفيش. ما شفناهوش. Do I have a problem finding scalar fields in the universe? لو كنت سألتني من 3-4 سنين كنت هقول لك والله لغاية دلوقتي ما شفناش حاجة. ولكن سنة 2013 I think ولا كانت 14 مش فاكر، لقينا الهيكس بارتكل. الهيكس بارتكل is a scalar particle. It's a scalar field. ولذلك فكرة وجود scalar fields in the universe ما هيش مستحيلة. احنا شفناها. هل الهيكس فيلد
هو نفسه الانفلاتون؟ لا، لان البيهيفيرز بتاعتهم مختلفه. بس يعني على الاقل مجرد وجود one kind of scalar field of the universe that we can observe in the laboratory بيقول لي ان مفيش مانع ان في واحد تاني. طب انا مش شايفه ليه الانفلاتون دوت؟ ممكن اكون مش شايفه لانه too massive مثلا، ممكن اكون مش شايفه لانه بعد الانفليشن ما خلص الانفلاتون ديكيد ومبقاش موجود خلاص. هنشوف المعادلات بتقول لنا ايه. لو تتذكر احنا الانفلاتون دوت لما كتبناه كتبنا اللاجرانجن بتاعه، وكتبنا بالاضافه لكده الانرجي مومنتم تنسور بتاعه، هفكرك بيه، هكتبه كله. في عندي ده بنسميه الكاينتيك تيرم، كاينتيك تيرم. ليه؟ لانه ديبندنت على الدريفيتيف سكويرد، بنسميه الكاينتيك تيرم بلس حته صغيره فيها شيء من الكاينتيك برضو، يعني نقدر نكتبه بهذا الشكل. دي مثلا ميو فاي دي ميو فاي، دي انذر بيس اوف ذا كاينتيك تيرم، بالاضافه الى وجود possible existence of a potential. وجود البوتنشال مهم جدا، وجود البوتنشال مهم جدا، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتسيجنال الفيلد دوت بيتصرف ازاي وبينتراكت مع بعضه ازاي ومع نفسه ازاي. لو قلنا ان مفيش بوتنشال ده معناه ان الفيلد دوت ماشي كده وما doesn't interact with anything، just kinetic مش اكتر من كده. فانا هفترض وجود بوتنشال. هل انا عارف هو ايه البوتنشال المطلوب؟ مش قوي، بس I have some models هنبص عليها، و I have a list of properties البوتنشال ده المفروض يحققها علشان خاطر يديني الانفليشن المطلوب. طيب اتكلمنا قبل كده في النقطه دي بس برضو هراجع لك عليها. You can write this very similarly to the perfect fluid energy momentum tensor اللي احنا ابتدينا بيه من الاول خالص لما حلينا الاينشتاين equation. You can write this in this form if you make the following definitions. If you define epsilon to be 1/2 d mu phi plus V, where you define the pressure to be 1/2 d mu phi minus V, where the four velocities بتاعت the perfect fluid, you can define it this way. D alpha phi على an absolute value of the square root of D phi squared. حيث ان D phi squared معناها d mu phi يعني dot product of D mu phi مع نفسه. Scalar product of D mu phi مع نفسه. If you do this, ودي احنا عملناها قبل كده فانا مش هعملها تاني. If you make these definitions and you plug this in here, you retrieve the original energy momentum tensor. ليه انا بعمل كده؟ لانه اسهل، انا اقدر اتعامل مع perfect fluid energy momentum tensor يعني بسهوله اكتر شويه من ان انا اتعامل مع البتاع ده، مع الكبير دوت. عشان تعرف ده جاي منين، ده انت محتاج بقى تروح تتكلم مع تشوف كتب في classical field theory او quantum field theory اول chapter ولا اول two chapters، هتلاقي انه بيحسب لك الكلام ده وبيكتب اللاجرانجن وبيطلع منه والكلام ده كله. انا ام جاست جوينج تو جراب ات فروم ذم ويزاوت بروف. طيب حلو، ايه تاني عايزه؟ ما تنساش ان انا عايز P تبقى نيجاتيف ابسلون، فهوصل للنقطه دي in a second. بس قبل ما اعمل كده انا لازم افترض ان فاي satisfies the homogeneity of the universe. بمعنى ان phi ده is uniformly distributed across the universe. وبالتالي مفيش تغير لphi from one point in space to another. فنقدر اكتب an extra condition. ان phi is only dependent on time. ما هياش dependent on space. او نقدر نقول ان d phi بالنسبة ل 1 2 3 any component of space is always equal to 0. ده انا مضطر اعملها كده.
علشان ايه تبقى هوموجينيس ما تتغيرش من نقطه الثانيه in space. Can evolve in time زي السكيل فاكتور بالظبط. Can evolve in time but cannot evolve in points different points in space, والا هيبقى عندي مشكله satisfying homogeneity and isotropy. خلاص اذا عملت هذا الكلام الاكسبريشنز بتاعتي دي would simplify. يعني epsilon مثلا هتبقى 1 half بس ال time dependent square, so phi dot square plus v, و p هتبقى 1 half phi dot square minus v. لازم افكر نفسي ان انا اقرب شويه من الميكروفون واعيد الكلام. فده البتاع. اذا عملنا هذا الكلام انا اقدر بقى اجي اكتب حاجات, اقدر اجي اقول والله طيب حلو قوي. How is this going to give me this. انا عايز p تبقى approximately negative epsilon, او يعني اقل من negative epsilon واكتر من negative epsilon زي ما انا عايز. والله قالك طب ماشي تعالى مثلا ايه نجرب. تعالى نقول ايه من هنا اقدر اخد ان v بتساوي epsilon minus 1 half phi dot squared, وبعدين اعوض بيها لو لما اعوض بيها لو هو p هتساوي 1 half phi dot squared minus v اللي هي دي minus epsilon plus 1 half phi dot squared. ينتهي بيا المقام لعلاقة ما بين p و epsilon اللي بحل معادلة في الثانية هي بتساوي minus epsilon plus phi dot squared. حلو قوي. ده بالظبط كده تديني p بتساوي minus epsilon لو فرضنا ان هذا الرقم صغير جدا. خلي بالك انا عايز p تبقى approximately minus epsilon. لو بقت exactly minus epsilon يبقى انا بتكلم دوسيتر, وانا مش عايز دوسيتر قوي. ده قلنا قبل كده انا مش عايز دوسيتر قوي, انا عايزها تبقى approximately minus epsilon, يعني اكتر من minus epsilon شويه, اقل من minus epsilon شويه, انما ما هياش بالظبط minus epsilon. ولذلك ده يوصلني الكونكلوجن ان phi dot squared has to be very small. Has to be very small. Small compared لإيه؟ Well, compared to the other part of the Lagrangian. Compared لـ V. ده condition مهم. لازم أحطه كده وبروزه وأحطه في قوس. لأن هو ده الكونديشن اللي بيحقق لي اللي أنا عايزه. واضح الكلام لغاية دلوقتي؟ We want phi dot squared at least during inflation to be much smaller than the actual potential, أيا كان هذا البوتنشال. طيب حلو حلو. تعال بقى قول لي يا أستاذ أي بوتنشال ممكن يسبب هذا الانفليشن؟ ما أعرفش بصراحة, لازم أجرب بقى, لازم أعدي كده في الكلاسيكال فيلد ثيوري بتاعتي وأشوف إيه الممبوسيبل مودلز أوف سكيلر فيلدز واختار منهم حاجة تصلح لي الموضوع. هنشوف مثال كمان خمس دقايق. But in the meantime, let's keep on exploring this. أنا هشيل الكلام ده الناحية دي مش عايزه خلاص. دلوقتي أنا الموديل بتاعي واضح. عندي سكيلر فيلد تايم ديبندنت. شروطه إنه لازم يحقق هذا الشرط علشان يؤدي إلى ان p تبقى approximately minus epsilon. طيب اخد الكلام ده اعمل بيه ايه؟ والله ممكن اخد الكلام ده احطه في equations of motion مثلا. هل انا عندي equation of motion للscalar field؟ Actually I can derive it. A scalar field with massive particles or non-massive or whatever, this is an easy equation of motion to derive from the Lagrangian. بس I'm not gonna do that علشان ما اخرجش بره الموضوع بتاعي. Another similar way to do it is to look at the continuity equation of density. لو تتذكر ال continuity equation هي epsilon dot equal to minus 3 Hubble parameter epsilon plus p. سواء عوضت بالكلام ده هنا او عوضت بيه في ال equation of motion of phi, you actually get very similar conclusions. فانا اخترت, والتانية موجودة في الكتاب, بس انا اخترت اتعامل مع دي لان احنا more familiar مع دي بدل ما نخرج من الموضوع ونخش في الفيلد ثيوري اوف سكيلر فيلدز. مش ضروري يعني. طيب حلو, هحط بقى ايبسلون هنا. عندي فين ايبسلون؟ ايبسلون اهي, انا
بلس انا مش عايز ابسلون انا عايز ابسلون دوت سو ليتس كالكوليت ابسلون دوت ابسلون دوت يا سيدي هتبقى تايم ديريفيتيف اوف ذس جاي هتبقى 1 هاف 2 5 دوت 5 دبل دوت ادي اول تيرم بالنسبه لي بلس دي في باي دي تي هتقول لي هو دي في باي دي تي مش بتساوي زيرو او الحقيقه بارشال في باي بارشال تي مش بتساوي زيرو هقول لك هي دي في باي دي تي بتساوي زيرو لان في doesn't have explicit time dependence the potential اي potential دايما ما doesn't have explicit time dependence والا it would violate in conservation of energy دي حاجه احنا عارفينها من سنه اولى ميكانيكا خلاص ولكن it depends on phi and phi is time dependent فنقدر اجي اقول ايه يبقى في هذه الحاله ان dv by dt هتساوي chain rule applied على dv by dt يعني هيديني dv by d phi d phi by dt او لو بكتبها باللانجوج بتاعتنا هيبقى ده d phi v وده phi dot عشان ناخد في الاعتبار ال time dependence of phi which is inside the definition of v طيب حط بقى الكلام ده كله في ال continuity equation اهي substitute بقى in the continuity equation طلع لي ايه بقى left hand side يحطوك مع دي left hand side هيبقى cd phi dot phi double dot plus dv by dt لان من هنا d phi v phi dot وبعدين plus هنقل بقى الناحية اللي هاخد دي الناحية دي الناحية التانية plus 3 h epsilon plus p let's see epsilon plus p when you add epsilon plus p v هتكنسل مع v و phi dot square will add up فدي هتبقى 1 half phi dot squared equal to 0 no 1 half no 1 half it's added up وعادة يقول لك ايه طالما phi dot exists in every term ممكن اشيلها خالص ويتبقى عندي معادلة من الدرجة الثانية في phi حط بقى دي في big frame كده حط بقى دي في big frame كده لان دي نقدر نسميها the equation of motion of phi وهي دي بالظبط المعادلة اللي ممكن توصلها لو حليت اللاجرانجن ووجدت منه الفيلد ايكويشنز بتاعت phi هيطلع لك المعادلة دي هي نفسها فرقتش كتير طبعا مش هيبقى يعني هيظهر فيها فاكتورز اوف h مثلا h is a dot على a هيظهر منها هذه الفاكتورز جايه من المتريك وحاجات زي كده فيعني it's easy to verify and it's going to look like that طيب طبعا انا مشكلتي هنا ان انا عندي معادله in two unknowns يعني هي صحيح لطيفه كل حاجه but it's still an equation of two unknowns phi is an unknown و h is an unknown انا ما اعرفش h ايه هو اي دوت على ايه بس انا ما عنديش بقى solutions فانا need another equation طب خلاص اروح لواحده ثانيه يعني من الايكويشنز اللي عندي يعني على سبيل المثال I can use one of the Friedman equations اللي depends on h one of the Friedman equations that depends on h h هي دي h سكوير بتساوي 8 باي على 3 ابسلون دي the second Friedman equation في حالة معلش لو رجعت النوت بتاعتك هتلاقي g equal 1 و k equal 0 بالمرة بقى ما انا فلات انا بتكلم على يونيفرس فلات and all كل ال evidence indicates that the universe is flat it was flat before inflation it's flat after inflation it's flat فلازم k بتساوي 0 وبالتالي ال Friedman equation simplifies a lot otherwise there's an extra term in k can I find this of course ادي epsilon اهي وادي h square اهي فنقدر اقول لك والله h بتساوي 8 pi على 3 1 half phi dot squared plus v كل ده under the square root بالمنظر
كويس ما دام كده عندي two equations and two unknowns I can take this h and plug it in here عشان اقدر في الاخر ابقى حليت يبقى عندي one equation and one unknown only اللي هو phi بس حد يقول لي ما هو ال v يعني صحيح ال unknown بتاعي phi بس انا ما اعرفش v لسه هي ال v دي هي دي مشكله ثانيه لسه هتكلم فيها كمان شويه خلاص substitute this in that وتعالى بقى نشيل الكلام ده كله وزي ما يعني اتمنى لو في اسئله interrupt me ابعت تكست ولا حاجه ابعت تكست انا شايف تكست طالع ولا ده ايه اوكي ده قديم عايز يروح ماشي فلو حد عنده اي سؤال يقول انا يهمني الفيزيكال ابروتش الماثيماتكس انت تقدر تراجعها وانت قاعد في البيت وتفهم جت منين بس انا يهمني هنا الفيزيكال مينينج التسلسل بتاع المنطقي بتاع احنا وير بيلدينج ثيوري فالتسلسل المنطقي بتاع ليه المشاكل كانت في الاول حل هذه المشاكل يبقى ازاي ما هو الفرضيه اللي هي فرضيه الانفليشن وليه الناس عاجبها الموديل ده عشان الموديل ده I can easily find something that looks like this and it's the simplest model ده اللي انا عايزه ما دام ده اللي انا عايزه I reach a conclusion ان phi dot squared لازم تبقى اقل بكتير من v ودي حاجه مهمه هستعملها بعدين it's approximation وبعدين I derive an equation of motions of phi بعد ما derive an equation of motion of phi هيبتدي بين المطاف لمعادله معقده للاسف لان لما تاخد السكوير روت ده وتحطه في المعادله الاولانيه دي انت متوقع ان هتطلع الامور في منتهى الكلكعه طبعا يعني ما يهمنيش النهارده يعني بفكر فيها قوي كده in this time and day انا ما يهمنيش المعادلات الكلكعه مش الكلكعه I can always solve them numerically يعني بس طبعا closed form solutions are important فالنهايه المعادله النهائيه بقى اللي انا هتهمني ان انا اقعد اشوف حلها هيبقى عامل ازاي وهبتدي احلها معاك النهارده هي معادله phi بعد ما حطينا فيها h هتبقى phi double dot plus there is this 24 pi factor وبعدين عندي square root تاني of 1 half phi dot squared plus v اس نص phi dot مكتوبه بالاول دي اللي كانت اسمها h plus the phi derivative of v equal to 0 اسمعت زمار في سؤال ولا حاجه ولا ده somebody joining طيب ماشي هي دي الايكويشن الفيلد ايكويشن بتاعت phi this is the field equation of phi يا دين النبي دي معقده قوي ده حتى لو قلت لي ما هو ال v دي مصيبه this is second order this is non-linear this is يعني complicated in many ways complicated in many ways ده بالاضافه ان انا مش عارف v هي عباره عن ايه طب انا اعمل ايه في حاجه زي كده والله جاي اقول بص تعالى ناخد ابسط v ابتدي بابسط v ممكن اروح يا عم افتح كتب الكلاسيكال فيلد ثيوريز وطلع لي what is what would be the simplest self-interacting scalar field هيبقى شكله عامل ازاي خلاص وحل كده وشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعدين بعد كده once you get a feel of what you want تقدر تحط بدراستك للموضوع somewhat listed شروط لازم في دي تحققها وده اللي هنوصل له في النهايه ان شاء الله فما هو يا سيدي ابسط حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ ابسط potential قال لك والله تعالى نقول نسميها example massive self interacting scalar field وطبقا للجماعه بتوع الفيلد ثيوري البوتنشال would look something like this 1 half m squared phi squared so phi squared dependence phi squared dependence هتقول لي الماس ده عباره عن ايه او الام دي عباره عن ايه هقول لك والله لو عملت كوانتايزيشن للسكيلر فيلد دوت الماس ده هيبقى ماس الانفلاتون يبقى كتلة الانفلاتون هتقول لي لا لحظة ده انا انت قلت لي المرة اللي فاتت ان الكلام ده بيحصل قبل النيوكليوس سينثيسيس وقبل مش عارف ايه هو الهيجز بارتكل كيكت ان هقول لك لما ماس ده الماس ده ملوش دعوة بالهيجز بارتكل خلاص ده حاجة تانية خالص هيجز بارتكل جنريتس ماس ان ذا ستاندرد موديل ذيس از سمثينج ذاتس بيوند ذا ستاندرد موديل خلاص الكلام ده مش موجود عندي ولكن ذيس وود بي ذا سمبلست كيس بوسيبل
simplest case possible. In this case of a self-interacting massive field. طيب حلو يبقى انا اقدر بقى احط الكلام ده انا هعوض بيه هنا وهعوض بيه هنا واقدر اكتب المعادله تاني بصيغه هذا البوتنشال هيبقى عندي square root of 24 pi another square root بنكتبه لوحده plus ممكن اخد ال 1 half دي بره وال 1 half دي بره تسمبليفاي ذس شويه تبقى 12 يبقى هنا هيبقى لي m squared phi squared under the square root phi dot plus the derivative with respect to phi اللي هو هيبقى m squared phi equal to 0. المعادلة simplified شوية. هحطها in a soft frame like this. زي ما قلت لك قبل كده a hard frame is more important than a soft frame. فدي المعادلة الأصلية. ودي المعادلة في حالة الscalar field potential شكله كده. Phi square dependence. Okay. What else do I need to do? Can I study this by solving it? Well, too complicated. Too complicated. طيب يا جماعة بتوع differential equations. What methods do you have to solve something like this? قالك والله إيه؟ قالك بص لو انت ما انتش دلوقتي بصوره مؤقته ما انتش مهتم قوي بالتايم ديبندنس تعال حاول تحلها عشان تو جيت فيل اوف وات ات بيهيفز لايك يوزنج فيس دايجرامز يعني ايه فيس دايجرامز الفيس دايجرام هو علاقه ما بين الفيلد وما بين سرعته وبالتالي يو كان بلوت فاي دوت against phi, not phi against time. Phi against time would be an ordinary solution. لكن اللي بيسموه phase diagrams هو ان انا اشوف شكل الفاي دوت مقارنة بالفاي. يعني اقارب الفيلد نفسه بسرعته او تغيره بالنسبة للتايم. طب اذا كان كده يبقى انا محتاج ان انا simplify this equation a little bit write it in terms of phi dot and phi. بدل ما فيها phi double dot وانا مش عايز التايم dependent. طيب سهلة مش مشكلة أنا أقدر أخذ الفاي دبل دوت وأقول والله فاي دبل دوت is the same thing as d phi by dt ولو فرضنا إن فاي دوت depends على فاي which is a reasonable assumption since I'm going to study the phase diagram then I can apply the chain rule I have عندي d phi dot على d phi by dt which is the same thing as d phi dot by d phi multiply by phi dot. Very easy, very straightforward. خد بقى اللي انت خد المنظر ده وحطه هنا. Once حطيته هنا تقدر تقسم على phi dot وتبقى انت خلصت تماما من phi double dot. ما بقاش عندي dependence. اصبح عندي معادلة بدل ما هي phi depending on time ومعادلة من الدرجة الثانية هتبقى معادلة من الدرجة الأولى phi dot depending على phi. يعني عملت transformation. مش أكتر من كده. فونس I take this and plug it into here يطلع لي هذا التبسيط d phi dot by d phi move everything to the other side هيبقى minus 12 pi لسه ال square root زي ما هو minus m squared phi وكل ده مقسوما على phi dot بهذا المنظر. لا ناقصني ايه؟ فاي دوت دي هنا. ممكن احطها هنا. او اقسم بقى كل ترم على فاي دوت يعني مش مشكلة. مش مشكلة. طيب ماشي خلاص بدل التايم ديبندنس انت دلوقتي بتدور على فاي دوت از فانكشن ان فاي. حلو. اوكي. Alright. نعمل ايه يا عم؟ قال لك والله علشان افهم What assumptions should I make? I mean, this is a very complicated differential equation. عشان أحلها أو علشان أفهم at least the behavior بتاعها analytically, I need to make certain assumptions. طب عشان أفهم what assumptions I can make, I can go right ahead and solve the equation numerically الأول وplot the phase diagram ومن الphase diagram أفهم the general behavior of the solutions. علشان بعد ما افهم الجنرال بيهيفير سولوشنز اقدر ابص على السبيشال كيسز
وهحسبها واحده واحده واحلها اناليتيكالي بقى. طيب يعني نعمل ايه؟ يعني خد لي دي وحطها في الكمبيوتر وبلوت فاي دوت فيرسس فاي فيس دايجرام. الهوريزونتال اكسس بتاعي هيبقى فاي دوت صح، والفيرتيكال اكسس از فاي دوت. بلوت بقى السولوشنز. طبعا هيطلع لك a family of solutions. This is a non-linear differential equation that in principle may have an infinite number of solutions. ده طبيعة الـ non-linear differential equations. Could have infinite number of solutions. طيب تعال نحل شكلها عامل ازاي. قالك اكتشف حاجة لطيفة قوي. لقى solutions شكلها كده. اولا there is مش عارف ابتديها ازاي بس اهي. يعني لقى solutions داخلة كده. ومن الناحية التانية solutions برضو بتعمل نفس الشيء. وزي ما تقول ايه لو حسبتها انها جاية منين هتلاقي انها ايه يعني you can add arrows كده لو approximately arrows بالمنظر. كل ما تخش لجوه كل ما التايم بيزيد. تايم بيزيد. النقطة ان كل solutions اللي تلاقيها شكلها becomes very close to one solution as you get closer to the center. في solution كده اضافي ماشي بالمنظر ده. هتشوفونا بالطباشير كده. This is one solution that all the other solutions seem to be converging towards. وبالتالي اي solution تلاقيه سواء مثلا جاي من اي ناحيه will converge to this other one solution at some point. السولوشن اللي انا عامله بال very thick دوت ده بيسموه attractor. ليه يسموه attractor؟ لأنه it seems that all the other solutions are attracted to it. يبتدوا بعاد عن بعض وبعدين بمرور الوقت يروحوا مقربين من الattractor solution ده. كأن الattractor solution is a limit لكل الother solutions الممكنة. All solutions convert in time, converge in time to the attractor. دي حاجة على فكرة تلاقيها في non-linear differential equations بتطلع كتير قوي. بتطلع كتير قوي. كل ما بعيد عن السنتر ده السولوشنز بقت مختلفة. كل ما تقرب من السنتر ده السولوشن كلها تتجمع وتبقى كأنها خط واحد. Attractor solution. وخلي بالك من حاجة. الاتراكتور solution becomes according to the numerical solution becomes flat. Becomes flat at large distances from the origin. هنا بقى أنا أقدر أقول لنفسي إيه؟ طيب ما في الحالة ديت أنا أقدر يا جماعة isolate different parts of this diagram and study those different parts separately. على الأقل to get a feel of what is happening. وخلي بالك أنا كل ما بقرب من السنتر كل ما الـ time evolve. يعني الـ time is going in this direction. في الـ direction الـ arrows دي. في الـ direction الـ arrows دي. أقدر أجي أقول مثلا إيه؟ اقدر اجي اقول دلوقتي هنا يبدو ان في زي ما تقول سيمتري. السولوشنز ار سيمتريك. انا مش راسم الدايجرام حلو قوي واحلى في الكتاب بس السولوشنز ذير از سيمتري معنى ان كل كوادرنت شبه الثاني. فممكن استدي جست وان كوادرنت واطبق الكونكلوجنز بتاعتي على بقيه الكوادرنتس. الكوادرنت دوت هو الكيس فاي جريتر ذان زيرو لانه على يمين الاكسيس وفاي دوت less than zero. That is the quadrant that I'm going to try and study. طيب حلو بس انا ما اقدرش برضو استدي ات exactly لان if I study it exactly يبقى انا لازم احل المعادله دي exactly. لا I need to make some simplifying assumptions. يعني على سبيل المثال للحصر
I can study the case when phi dot is much bigger than phi, and at least the absolute value type phi dot much bigger than phi. معنى phi dot much bigger than phi A, معنى phi dot much bigger than phi إن أنا نازل لتحت كده. Phi dot being much bigger than phi. And I am going to study the solution in this limit when phi dot goes to a very large number compared to the value of phi. فده ممكن يبقى بداية بالنسبة لي عشان أفهم ال properties of the solution شكلها عامل إزاي. إذا كان الكلام ده كله وأنا بس مفترض إن ال potential is so simple, ما يعني لو potential is complicated هيطلع إيه؟ هيطلع أعلى من كده بكتير. ف we can start by saying let's study the limit or the region where the magnitude of phi dot is much bigger than phi or much bigger than m phi. مثلا ال m دايما قاعدة جنب phi فأقدر إن أنا أقول ده it's much bigger than phi. دي بيسموها وهتعرف ليه بيسموها the case of ultra hard equation of state. هتشوف ليه كمان شوية خمس دقايق كده هتشوف ليه. طيب ال v بتاعتي dependent على m phi, وبالتالي هنا phi dot squared هتبقى أكبر من v. Phi dot squared هتبقى أكبر من v. That's not what I want. And I want the case phi dot squared أقل بكتير من v زي ما اتفقنا قبل كده. That is why the equation of state I'm gonna get here is not the correct one. بيسموها ultra hard لأن this is bad the case where since phi dot is much bigger than m phi, then it must be true that phi dot squared is much bigger than the potential. It is not what I want. It's not going to give me the equation of motion اللي أنا عايزها. طيب هتسهل لي الكلام ده ازاي او هتخليني اعرف احل المعادلات دي ازاي؟ والله اذا كانت phi dot squared اكبر بكتير من البوتنشال v نظرا لاني واخد ان phi dot اكبر بكتير من m phi looking very straight down, معنى هذا الكلام ان epsilon اللي هي 1 half phi dot squared plus v هتبقى يعني تقريبا ما فيهاش غير phi dot squared. رقم كبير زائد رقم صغير بيساوي رقم كبير. ونفس الشيء P اللي هي 1 half phi dot squared minus V برضو هتبقى of the same order of magnitude of 1 half phi dot squared. هنا بقى هنفهم ليه سميناها ultra hard, لأن هنا من الواضح ان epsilon و P نفس الحاجة الاثنين 1 half phi dot squared, ولذلك قال لك سميوها ultra hard. بقى ما فيش يعني مش هو ده اللي أنا عايزه, ده العكس اللي أنا عايزه تماما. أنا عايزها تبقى negative, يعني this is a region over down here ملوش دعوه باللي انا عايزه, انا عايز اقرب شويه من الاكسيس. بس ايه زي ما قلنا هنحاول نفهم كل ريجن لوحده. طيب حلو ماشي جميل كده فهمنا الكاركترستكس اوف وات ات مينز تو جو داون فاي دوت ماتش كلير ذان ام فاي. هيظبط لي المعادله دي ازاي؟ هيظبط لي المعادله ان كل مره تطلع فيها ام فاي اي كان نيجلكت ات I can drop it. لأن أنا مفترض إنها رقم صغير compared to phi dot. وبالتالي I can drop m phi من هنا و I can drop m phi من هنا. شيلها خالص ولا كأنها موجودة. This is يعني مفيش interaction يعني. This is a free field. فهتبقى d phi dot على d phi. بتساوي let's see. This goes away. When this goes away, this is under the square root becomes phi dot, and there is another phi dot. This goes away divided by phi dot, it's any phi dot واحد. فهنا في المعادلة هتبقى very simple minus square root of 12 pi phi dot. ما فيش أبسط من كده بقى. ما فيش أبسط من كده. معادلة سهلة جدا إن أنا أقدر أحلها. طيب تعال نحلها. مع تذكر ان احنا في النهايه محتاجين phi as a function in time. خلي بالك تحويل الشغل الفيز دايجرام phi dot versus phi is just a method of classifying the work, لكن at the end of the day انا عايز phi as a function in time مش phi dot as a function in phi. حل المعادله دي سهل جدا,
لان انت تقدر تعمل separation of variables. بالمنظر ده. وده يبقى هنا natural logarithm لما تيجي to integrate both sides. Phi plus some constant. ولما تاخد ترفع sorry this is phi bar like that. لما ترفع both sides exponential معادلة سهلة هيبقى لك في الآخر إن phi dot as a function in phi is some constant whatever that constant may be e to the negative جذر 12 pi multiplied by phi. حليناها يا عم، حلينا الفيس دايجرام. إذا هنا لما ترجع تبص على الفيس دايجرام اللي أنا مسحته دلوقتي هتلاقي إنه very يعني very far away from the origin in this direction going downwards it looks like an exponential. ودي شكلها يعني منطقي لما تبص على المعادلة تبص على الفيس دايجرام في الآخر. طيب أنا لسه ما خلصتش لأن أنا عايز phi as a function in time. أنا مش عايز phi as a function in مش phi dot as a function in phi. بس سهلة دي d phi by dt خلاص. فأنا أقدر برضو separate the variables تاني. هيطلع لي e to the square root of 12 pi phi d phi بتساوي some constant dt. ولو حليت هذه المعادلة يتبقى لك في النهاية إن phi as a function in time is some constant ممكن يبقى نفس الكونستنت أو غيره مش فرق كتير minus 1 over square root 12 pi natural logarithm of t. مبروك، أنت لقيت السكيلر بوتنشال في حالة the potential being extremely weak with respect to phi dot. ده يؤدي بيك لذي case of the ultra hard equation of state اللي هي اللي انا مش عايزها يعني. بس خلي بالك انه ممكن يكون ابتدى كده في الاول وبعدين مع بداية الانفليشن تحول بمرور الوقت اللي انا بنتكلم هنا is very far away in time تحول بمرور الوقت الى what I need. طب هل ده يؤدي الى حاجة reasonable اقدر اتعامل معها؟ تعال نشوف. يعني I mean what is the physical meaning of الكلام تعال نبص على حاجة من الحاجات اللي احنا نعرفها. يعني مثلا على سبيل المثال ما تحسب لي الهابل بارامتر هيبقى شكله عامل ازاي بالنسبة للبتاع ده للسولوشن ده. تعال احسب لي الهابل بارامتر. والله انا الهابل بارامتر زي ما كتبنا قبل كده ممكن احسبه بالفريدمان ايكويشن h سكوير بتساوي 8 باي على 3 1 half phi dot square plus a potential that I'm going to neglect. لأن اتفقنا أن potential is very small with respect to phi dot squared. طيب حلو قوي جميل أعمل إيه بقى يا عم؟ والله أنا عندي phi dot squared. طب ما أنا phi dot squared I can find it يعني take the time derivative of this guy هيبقى phi dot و square it وحطه هنا وبعدين take the square root. لما تعمل كده هتلاقي إن h squared is proportional the inverse time squared the ones are that which is something very similar to what we have found before طب لو قلنا عايزين نحسب a dot على a كلها squared بالمنظر ده اقدر احسبها طبعا اقدر احسب معادلة سهلة اقدر احلها يطلع لي a goes like t to the one third like this كنزل الثالث لتي. It's not a very nice solution لأنه ما هوش inflationary. اللي أنت شايفه ده مش inflationary. بس أنا عارف من الأول إن أنا مش هوصل لinflationary solution. لأن أنا هنا ultra hard equation of state. لو كان عندي P بتساوي negative epsilon أنا أقدر أوصل لكده. بس لا يعني طب عملنا الكلام ده ليه إذا كان مش هو ده اللي أنا عايزه؟ لأنه أبسط حالة أقدر أحلها. To get a feel of how to do this before I move on to the next case, which is finding the inflationary solution. في حالة إن الـ potential is given by a phi squared dependence. مش عارف دلوقتي تقريبا 10 والـ inflationary solution will take time. فاحنا ممكن نقف هنا هوت
وراجع الكلام ده في البيت بس just to get a feel of what we did. يعني يهمني قوي حتة انك تفهم انا ليه استعملت الفيس دياجرام. This is important to understand the phase diagram ليه استعملته to classify different solutions and break them down into different cases. اول حالة سهلة عملناها نظرا لانها سهلة بس ما هيش هي اللي احنا عايزينها. اللي انا عايزها السولوشن يديني انفليشن، وده هشوفه ان شاء الله المرة الجاية. فانا هوقف هنا هوت وقابلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. في اي اسئلة؟ اذا كان في اي اسئلة ابعتوها لي. طيب انا مش مفيش اي حد بيبعت اي حاجه، فهفترض ان مفيش اسئله وهوقف التسجيل.